بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل إن شاء الله نهار اليوم، إن شاء الله نستكمل الفصل الرابع الخاص بالمصروفات. تكلمنا عن المصروفات وأنواع المصروفات، ويعني تكلمنا على المصروفات الأحادية البعد، وأخذنا تطبيق يسمى تطبيق فاتورة الشراء على المصروفات أحادية البعد، وإن شاء الله اليوم نتحدث عن المصروفات الثنائية البعد. فاليوم فقط هذا الجزء، يعني اليوم فقط هذا الجزء فقط. إن شاء الله المرة القادمة نأخذ تطبيق على لعبة XO. فاليوم إن شاء الله نشرح المصروفات ثنائية البعد، والمرة الجاية بإذن الله نشرح تطبيق على المصروفات الثنائية البعد. طبعاً إيه، استطرقنا عبر هذه السلايدات من قبل، تكلمنا عن مفهوم المصفوفات، وقلنا أن هناك مصفوفة أحادية البعد ومصفوفة ثنائية البعد، صفوف وأعمدة ومصفوفة متعددة الأبعاد. طبعاً إحنا مش ممكن نقول ثلاثية ولا رباعية، ولكن متعددة الأبعاد. فدي ثلاثية البعد عبارة عن مصفوفات ثنائية البعد متكررة أكثر من مرة، فدي بيكون البعد الثالث اللي هو عدد التكرارات بتاعة المصفوفة الثنائية البعد. طيب، ده عرفنا طبعا المصفوفة لأحادية البعد وازاي نعمل لها تمثيل، وشفنا نمثلها في لغة السي بلس بلس بالشكل ده. انتجر اي بي سي 5 معناها ان احنا عندنا خمس عناصر موجودين في المصفوفة، يبدأ الدليل 0 حتى الدليل 4، يعني العنصر الموجود العنصر الاول موجود عند الدليل 0، العنصر الثاني موجود عند الدليل 1، والعنصر الاخير موجود عند الدليل 4. معنى هذا أن خمسة هذه تعني عدد المكونات الموجودة داخل المصفوفة. عرفنا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب أن نعيها قبل تعريف المصفوفة. من هذه التحذيرات عدم استخدام العلامات العشرية في تحديد حجم المصفوفة. ما فيش نص عنصر ولا في ربع عنصر، فما فيش علامة عشرية في حجم المصفوفة أو في عدد عناصر المصفوفة. أو يكون رقم سالب، ده برضو غير جائز، أو يكون رمز غير مفهوم، برضو ده غير جائز. ممكن تحديد العناصر الموجودة داخل المصفوفة بهذه الطريقة بالأقواس الكبيرة، بأن نقول أن هناك الـ ABC هي مصفوفة من خمس عناصر، ونقوم على الفور بتحديد هذه العناصر. هذه طريقة أخرى، ممكن نكتب الخمسة هنا أو لا نكتب الحجم، هو الكومبايلر يمكنه أن يعرف أن الحجم الخاص بهذه أو عدد هذه العناصر هو 3، يعني مش لازم نكتب عدد العناصر هنا. هو طالما أنت عرفت له المصفوفة بالشكل ده، هو هيعرف أن عدد العناصر 3، مش لازم بقى تكتب له 3 زي هنا. يعني الخمسة دي وجودها زي عدم وجودها، الخمسة اللي هنا دي وجودها مثل عدم وجودها تماما. طيب، ده بالنسبة للتعريفات، وعرفنا في مصفوفات كثيرة ممكن نقل. وبعدين قلنا ممكن طبعا نعرف بأي شكل من الأشكال اللي احنا شايفينها قدامنا ده. ممكن كمان ندور على المصفوفة بدوارة تبدأ بالزيرو تنتهي عند الستة، حيث إن حجم دي أقل من أو يساوي 6، يعني من 0 ل6 معناها إن في 7 عناصر، وبيدور الدوارة بتدور على العناصر وتاخد كل عنصر وتحط فيه قيمة 0. فلو فرضنا ان احنا عندنا بعض المصفوفات، فطبعا ممكن تفيدنا في ايه؟ قلنا ممكن نعمل مصفوفه نحط فيها الاسعار بتاعت العناصر، وبعد كده ناخد الاسعار نجيب منها المتوسط، نجيب منها اعلى سعر، نجيب منها الاجمالي. طبعا كل الكلام ده ممكن نعمله عمليات مختلفه على المصفوفه عشان نقدر يعني يبقى عندنا مخزن او مستودع فيه ارقام كتيره، ممكن ناخد الارقام الكتيره دي ونعمل. طيب، وده التمرين اللي اتعلمناه او اللي احنا عملناه. في بعض الناس طبعا ما شاء الله في ناس شغاله، لقيت في ناس عامله التمرين ده وحلاه بشكل صحيح، لقيت في ناس حلاه بشكل صحيح. الفكره هنا ان احنا هنعمل دواره، الدواره هتدور على الارقام دي وتاخد كل عنصر وتشوف وتقارنه بعنصر موجود بيساوي زيرو، عنصر مبدئي، ناخد عنصر مبدئي ونسميه تيمب مثلا ونحط فيه زيرو، وبعد كده ندور على بدوره على العناصر، ناخد الاولاني لقيناه
اكبر من الزيرو ونحطه، خلاص نحطه يبقى هو التمب. بعد كده نقارن الثلاثة بالتمب، الثلاثة أكبر من الواحد ونص، أكبر من الواحد ونص، يبقى خلاص نشيل الواحد ونص من التمب نحط مكانها الثلاثة. الأربعة أكبر من الثلاثة، أيوة نشيل الثلاثة من التمب ونحط مكانها الأربعة. 66 أكبر من الأربعة، يبقى خلاص التمب قيمتها بقت 66. ال 12 قيمتها أقل من ال 66، يبقى ما فيش تغيير، التمب يحتفظ بالقيمة الأعلى، يفضل محتفظ بالقيمة الأعلى حتى نهاية الدورة. وطبعا أنا شفت الحمد لله، ودي حاجة بتفرحني إن أنا أشوف ناس مخلصين وعاملين ده بنفسه. بالنسبة لمحاضرة اليوم هنتكلم على المصفوفة ثنائية البعد. المصفوفة ثنائية البعد هي النسخة الثنائية البعد من النسخة من الأحادية البعد، يعني الأحادية البعد لو كررناها هناخد الثنائية البعد. فمن أشهر الأشياء اللي موجودة مثلاً لعبة الشطرنج هي عبارة عن مجموعة من 8 صفوف و8 أعمدة، وبيتم تلوينها بالشكل اللي انت شايفينه. المهم مش مهم الألوان ولا مهم الكينج ولا الكلام ده ولا عدد القطع ولا الكلام، يهمنا دلوقتي عدد الصفوف وعدد الأعمدة، عدد الصفوف وعدد الأعمدة. لو فرضنا إن قدامنا رقعة الشطرنج اللي موجودة دي هي بتتكون من 8 صفوف، الصف بيبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8، في 8 صفوف، في صفين فيهم القطع فوق وتحت يبقى 4، وفي صف 4 صفوف فاضيه في النص. ده بالنسبه للصفوف. بالنسبه للاعمده كده يبقى الاعمده كده عددهم برضو بيساوي 8، بس الفرق هنا ان احنا لما نبدا التقييم بالكمبيوتر بنبدا بزيرو، فهنا الرقعه دي بنقول عليها 0 0، ودي الرقعة 0 1، ودي الرقعة 0 2، 0 3، 0 4، 0 5، 0 6، 0 7. نروح هنا تبقى 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4، لا وهكذا لحد ما نوصل لنهاية هنا هيبقى 7 و7. اللي هيفهم معايا الكلام ده هيعرف ان هنا المفروض يبقى هنا 7 و7 مش 8 و8، لان احنا بادئين بزيرو زيرو مش بادئين بواحد واحد. لو بادئين بواحد واحد يبقى هنوصل هنا لتمانية تمانية، لكن احنا بادئين بزيرو زيرو عشان كده هنوصل لسبعة سبعة. فكل موقع من المواقع دي بنقول عليه خلية أو سل، سل يعني خلية، وهو يمثل مخزن من مخازن أو مخزن أو موقع للذاكرة بيحفظ رقم معين أو قيمة معينة. كل مصفوفة ليها اسم معين بننادي عليها بيه، من غير اسم المصفوفة ما نعرفش النادي على المصفوفة، تمام؟ فنفترض مثلا في الحياة العملية خالص ان احنا عندنا معامل، في 3 معامل، وكل معمل فيه مجموعة من المكيفات والمجمدات والغسالات والثلاجات والتلفزيونات. المعمل رقم 1 فيه 20 مكيف و12 مجمدة او فريزر و56 غسالة و34 ثلاجة و23 تلفزيون. معمل 2 كمثل، فنلاحظ ايه؟ انا مثلا لو عايز اعرف معمل 3 فيه كم ثلاجه، اروح على معمل 3 الصف، اقف عند الثلاجه اعرف ان ايه الخليه قيمتها 31. معمل 2 فيه كم مجمده؟ معمل 2 فيه 34 مجمده. يبقى احنا كده بنوصل لقيمه العنصر باستخدام الادله. الادله اللي هي فين رقم العمود؟ فين رقم الصف؟ هو ده الدليل. فين رقم العمود؟ هو ده الدليل. يبقى العمود رقم 2 او الصف رقم 2 مع العمود رقم 2 برضو يدي معمل 2 والمجمدة اللي هي 34. ده مثال من الحياة العملية على المصفوفات، وحاجة بتسهل بتنظم الدنيا. طبعا لو فرضنا ان انتوا قاعدين، ده حصل معايا انا شخصيا وانا براقب على الطلاب، فبعدين كنا بناخد منهم الموبايلات، لازم ناخد الجوالات ونفتش ونتاكد ان ما معهمش جوالات. فانا عشان الطالب لما يخرج ابقى عارف الموبايل بتاعه انهي واحد، كان قدامي 4 صفوف او 4 اعمده كده، يعني راسيا قدام عينيا كده 4 صفوف
قدام عينيا وانا قاعد 4 صفوف لجوه، يعني من اول ما انا قاعد لحد جوه، لحد الحيطه اللي جوه. كام واحد؟ 4، وبالعرض 4. فرحت جايب الموبايلات ورصيتها 4 في 4 قدامي على الترابيزه. فاللي بيخرج ابقى عارف هو خارج من انهي مكان بالظبط، وهو بيقوم كده اجي محضر له الموبايل بتاعه على طول، ببقى عارف الجوال بتاعه في انهي مكان، لان انا حاطه بنفس الترتيب بتاعهم وهم قاعدين. فممكن تلاقي حاجات كتيره منظمه بشكل مصفوفات. لو بصيت لجراج العربيه، جراج العربيه في اي مكان عباره عن مصفوفات، صفوف واعمده. انت وصلت للصف، فاضل بقى تعرف مكان العربيه فين. فهتلاقي حاجات كتيره وانت شغال، هتلاقي حاجات كتيره على نفس التمثيل بتاع المصفوف ثنائي، المصفوفات ثنائيه البعد. طيب عايزين نعلن عن المصفوفه في السي بلس بلس، نعلن عنها ازاي؟ نعلن عنها باستخدام الاقواس المربعه. فمثلا انا عايز اعلن عن مصفوفه بتخزن ارقام، بس فقط بتخزن ارقام، يعني انتجر، بتخزن ارقام وحجمها 3 في 5. يبقى اكتب كده انتجر تيست اري. تيست اري ده اسم انا حاطه اي حاجه، ممكن اقول ماي اري او اسامه اري او احمد اري، اي حاجه بتحط الاسم اللي انت عارفه، بس تعرف ان الاسم ده هتنادي عليه بنفس الشكل. السبيلنج بعد كده هيفرق، لو كتبت تيست اري والتي سمول مش هيقراه، لو كتبت تيست اري ونسيت الاس مش هيقراه بعد كده. طالما انت كتبتها هنا لازم تلتزم بالاسم اللي انت كتبته هنا بعد كده في البرنامج. فعندي هنا عرفت انتجر وعرفت اسم المصفوفه وعرفت حجمها، يبقى لازم التزم بالشكل ده طول ما انا شغال على البرنامج. طيب عندنا هنا المصفوفه بتحتوي على 3 صفوف وخمس اعمده، تمام؟ برضو زي ما قلنا، اوعوا تنسوا الدليل رقم 0 والدليل رقم 0 في الصف، الدليل رقم 0 في العمود، يعني الصفوف هنا من 0 لحد 2، وهنا الصفوف من 0 لحد 4. وعدد العناصر اللي موجوده هنضرب الثلاثة في 5 بيساوي 15 عنصر. يعني برضو لو سالتك السؤال ده في الامتحان وقلت لك ما هو عدد العناصر الموجوده في هذه المصفوفه، فهتاخد الرقم ده تضربه في الرقم ده يدي لك عدد العناصر الموجوده في المصفوفه. تمام؟ أنا ممكن أوصل لأي عنصر من العناصر، هقول تيست الري في 3 و5 آخر عنصر خالص، حط قيمته بيساوي 56، يعني غير قيمة العنصر اللي موجود بغض النظر هو إيه؟ يعني مثلا المكان اللي هو 3 و5 ده، لو في 10، لو في 12، لو في أي رقم تاني شيله وحط مكانه 56. أو خد القيمة اللي موجودة في العنصر 3 و5 حطها عند الرقم إكس. 3 و5 ده لو آخر عنصر، اللي هو لو بنتكلم في الركن اللي هو اخر عنصر هنا في الركن اللي تحت ده. اول عنصر دايما عاده بيبقى هو اللي فوق ده، واخر عنصر اللي هو اللي تحت ده. هو بيقول غير لي اخر عنصر في المصفوفه دي وحط مكانه 56، وحط الرقم اللي موجود في اخر عنصر حط فيه قيمه او في المتغير اللي اسمه اكس. يعني ايه؟ احنا من دايما واحنا بنشرح دايما الحته دي للناس اللي لسه بادئين في البرمجه، اقول لهم كده، اعمل لهم كده، اعمل لهم دايره واقول لهم شايفين الرقم ده؟ شايفين السهم ده؟ السهم ده معناه ان ال 56 قيمتها او هتتحرك تروح الناحيه الثانيه، تروح على الشمال. يعني التست اري دي، تست اري 3 5 دي هتبقى قيمتها 56 بعد كده. وهنا برضو نفس الحكايه، اخد ده كله واحركه كله واحطه في الرقم اكس اللي موجود هنا ده. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعرف المصفوفه، ازاي نستخدم او نعمل دليل للمصفوفه ثنائيه البعد، يعني ايه صفوف واعمده، وازاي نوصل بالادله المختلفه لجميع العناصر، وكمان ازاي نعرف عدد عناصر المصفوفه. لو انا عايز اهيئ المصفوفه بقيم معينه، يعني احط فيها قيم مبدئيه، ممكن استخدم الطريقه دي. لو انا عندي خمس صفوف وثلاث اعمده، يبقى المفروض شايفين كده، هعمل لكم بالانوتيشن كده، شايفين دول الخمسه دي معناها ايه؟ كم واحد؟ 1 2 3 4 5، دول خمس ايه؟ خمس صفوف. وكم عمود؟ 3 اعمده، ادي العمود الاول.
العمود الثاني، العمود الثالث برضو نفس العمود اللي هو العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. دي الطريقة اللي أنا بهيئ بيها المصفوفة، بحط فيها قيم للعناصر لو أنا عايز إيه؟ أغير قيمة العنصر. طيب ممكن أعمل كده أو أهيئ المصفوفة بالدوارات برضو. في الحالة دي إحنا طبعاً قلنا في الأحاديت البعد نحتاج دوارة واحدة، لكن في الثنائيه البعد مش هنحتاج دواره واحده، هنحتاج دوارتين، سنحتاج الى دوارتين فور لوب. فلو عندنا مصفوفه فيها خمس صفوف واربع اعمده، لازم نلف عليها بالشكل ده من اول زيرو لحد الاربعه، ومن اول زيرو لحد الثلاثه، تمام؟ لان دي احنا قلنا من زيرو للثلاثه، ودي من زيرو للاربعه. فمن زيرو لأربعة، بعد كده من زيرو لتلاتة، حط كل القيم بتاعت مر عليهم، زيرو زيرو، زيرو واحد، زيرو اتنين، لأن الدورة بتلف. بعد كده كل عنصر بتلف عليه حط فيه زيرو، يعني حط فيه قيمة الزيرو. يعني معنى كده إن قيم كل العناصر بتاعت المصفوفة هتكون صفر 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 صفر، كلها هتكون بتساوي صفر. طيب كده نكون المحاضرة بتاعت النهاردة قلت لكم خفيفة جدا. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هناخد لعبة الـ XO بالتفصيل، هنبنيها من A to Z، وهنشوف إزاي كمان هعمل لكم إكسرسايز إزاي تحسنوا فيها شوية. يعني مش هتتخيلوا مدى سهولة لعبة الـ XO عشان تعملوها. على طبعا هنا إحنا مش هنعمل الكمبيوتر هو اللي يلعب مع الشخص، لا، احنا هنعمل شخصين بيلعبوا مع بعض، شخص اسمه اكس والشخص الثاني اسمه او، وبعدين ممكن انت وزميلك تلعبوا مع بعض نفس اللعبه دي، او ممكن توريها لصاحبك وتقول له انا عملت، الدكتور اسامه علمني ازاي اعمل لعبه اكس او، تعالى يلا نجربها سوا. تمام، ان شاء الله المره الجايه، المحاضره اللي جايه ان شاء الله في نفس الميعاد الاسبوع القادم يوم الثلاث بعد المغرب، هناخد ازاي نعمل لعبة الاكسو. شكرا، وهنوقف التسجيل.